السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ميرفت امين اللي راحت حضرت عزاء نوال السعداوي بعد غياب تام من الفنانين ومن الدولة، وليه كانت حزينة وما قالته ميرفت امين. هنشوف التفاصيل كلها، بس اول حاجة واهم حاجة نصلي الاول على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا كلنا عارفين نوال السعداوي توفت او هلكت امس. طبعا انا بقول كده لاني ما زلت عند رأيي ورأيي حر انها هلكت وانها ستلقى عذابها بما فعلت وما قالت. يعني كلنا لا يخفى علينا شيء من اللي هي قالته. طبعا كان في غياب تام من الفنانين والدولة على وفاتها، ما حضرش غير ميرفت امين والهام شاهين وكمان ايناس الدغيدي وكمان مرديوش كمان يدخلوهم جوه. بالعكس، هم كل واحدة كانت في عربيتها، ولكن كانوا زعلانين جدا وحزانة. هنشوف عملت ايه. طبعا كمان السياسية توكل كرمان اللي عمالة تعزي وتقول انا اعزي الاسلام واعزي المسلمين واعزي الدولة العربية، اسكنها الله فسيح جناته، وتقول اللهم الحقني بها فهي في جنة الخلد. جائزة نوبل اللي حصلت عليها توكل كرمان قالت انا بهديها لنوال السعداوي التي تعلمت منها الاسلام وتعلمت منها الدين، وكمان ابراهيم عيسى اللي طلع ودافع وقال انها هي اكتر واحدة دافعت عن حقوق المرأة، وعلى يعني اكتر من الاحزاب ومن طوائف مصر كلها بتاريخها ان رحلت الانسانة الحرة التي لا تكذب ولا تناقش ولا تناقض حاجات كتيرة جدا. اتحسسونا ان هي توفت واحدة من علماء الدين. عملت هي كذا كتاب، من 55 كتاب، منهم ان فيهم يعني لو قريتوا اي حاجة فيهم بتقول ابليس انسان شكله جميل، وان ربنا اعوذ بالله طبعا اللي هي بتقوله بيشرب الخمر، وقالت ان ابليس جنته احسن من جنة ربنا، وقالت ان الحجاب زي العري، يعني تلبس الحجاب زي ما تلبسوش، وان الحجاب ده حاجة وحشة خالص وبيسبب تشوه للوجه، يعني على اساس ان شكلها، يعني عشان بس ما الناس ما تنتقدنيش اكتر من كده، ولكن هي تستحق. وقالت كمان اخر حاجة وصلت بيها انها مش عايزة تتغسل ولا عايزة يتصلى عليها، وقالت انا مش عايزة ادفن في مقابر المسلمين، كمان اهم حاجة ما تدفنيش مع المسلمين. ده كل حاجات هي طالبت بيها، وطبعا افضل للمسلمين انها ما تقعدش جنبهم بافكارها اعوذ بالله. هي من اكتر الناس اللي كانت بتنادي بحرية المثليين، يعني كمان هي طالبت وقالت ان انا مش عايزة يبقى اسمي على، يعني هي اسمها طبعا نوال السعداوي، قالت انا عايزة يبقى اسمي نوال زينب ومش عايزة يبقى اسمي نوال السعداوي، لان انا متأكدة ان دي امي، انما مش متأكدة ان هو ابويا، ممكن يكون عمل حاجة في حياته امي ما تعرفهاش، لكن انا متأكدة ان هي امي وولدتني. وكمان كانت بتطالب بان القرآن ما يتدرسش في المدارس، وقالت مفيش حاجة اسمها ربنا اعوذ بالله. طبعا قالت حاجات كتيرة جدا. لحظة موتها كانت بشعة، الاكل ما كانش بينزل في بطنها، ركبوا لها انبوبة للمعدة عشان ينقطوا بس فيها الاكل. قبل وفاتها كانت بتشد في شعرها وتخبط راسها، وكانت رافضة تقول حتى الشهادة على الرغم ان حد كان بيمليها الشهادة. الصحف طبعا اليهودية والاسرائيلية طلبوا ان جسدها يروح عندهم عشان يحنطوها، وقالوا انها دي شعلة التنوير في العالم كله، وطلبوا بالموضوع ده. هي اتجوزت 3 مرات، كانت واحد منهم ملحد، قعدت معاه 45 سنة، هو اتدفن برضو في ألمانيا ولم يصلى ولا يغسل عليه برضو زي ما هي طلبت. ندخل لميرفت أمين، طلعت تصرخ وهي كانت صديقتها جدا وكانت بتشجعها على كل الأعمال اللي شايفتوها لميرفت أمين من أول ما بدأت، وقالت دي صديقتي الصدوقة اللي مش هتتكرر مرة تانية أبدا، وإن هي أكتر واحدة أنا مؤمنة بأفكارها وخصوصا أفكارها عن الحجاب، لأن الحجاب مجرد زينة وإحنا مش محتاجين الزينة، إحنا بنبين جمالنا، لأن الجمال نعمة وكلام يعني تحس إن الناس دي جهلة أو لا غير مدركة بالدين ولا بتعاليمنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا اعوذ بالله. بعد كده كانت كمان الهام شاهين راحت وكانت منهارة، وإيناس الدغيدي راحت هي كمان، وبعد كده مفيش اي حد، كله كان متكتم على حياتها ووفاتها لسبب ان هي تستحق ذلك طبعا، ولها عقاب شديد عند ربنا. كمان ميرفت امين قالت انا عايزة لما اموت ادفن جنب افكارها، مش عارفة يعني بتقول افكارها ديت المفروض نرسخها في التاريخ، لاننا مش هنلاقي واحدة تانية زيها، ديت راحت للي هيعاقبها عقاب شديد لا تجوز عليها الرحمة. شكرا، سلام عليكم.